عصام يوسف. ضيفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور الستاشر من الموسم الثامن لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الثامن من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الثانية كل نقطة ب5000 جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 12 مليون و590 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو قدرت توصل لدور 16 بعد ما كسبت مدرسة لسيل حرية. من محافظة القاهرة نرحب كلنا بمدرسة منارة مودرن. مدرسة المنارة الحديثة إحدى المدارس الرائدة في التعليم الثانوي، تأسست في عام 2004، تهدف إلى تعليم الطلاب المادة العلمية وكيفية الاستفادة من تطبيقها في الحياة العملية وجعلهم قادرين على تحديد وجهتهم المستقبلية. قدمت أوائل على مستوى الجمهورية في كثير من المسابقات العلمية والرياضية. هيمثل مدرسة منارة مودرن في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم نوران الفاتح. فرحانة جدا إن أنا والتيم بتاعي تأهلنا للدور 16، خصوصا إن إحنا أول مرة نشارك في العباقرة وجهزنا نفسنا عشان نيجي نكسب النهاردة ونتأهل للدور 8. وعلي نجيب. أهلي وصحابي لما عرفوا إن إحنا كسبنا الماتش اللي فات وصعدنا للدور 16 ساعدوني ودعموني وجمعوا معانا معلومات كتير، وإن شاء الله النهاردة نكسب الماتش ونصعد للدور 8. وراغد عبد الحميد. اخترنا زياد ينزل فقرة تحت الضغط عشان هو عنده معلومات كتير وإن شاء الله ينزل يحقق سكور كويس للمدرسة. وعمر تامر. مشاركنا في دور 32 كان عندنا مشكلة في التاريخ والواحد ضد واحد، وبعد ما تأهلنا اشتغلنا عليها وإن شاء الله النهارده مش هيحصل فيها أي مشاكل وهنصعد لدور 8. منارة مودرن الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وصلتوا لدور 16. الحمد لله. علي، الماتش اللي فات كنت أفضل لاعب، جبت كام نقطة؟ 55. 55 نقطة، كلنا نحيي علي نجيب. رغد، ازيك يا رغد؟ الحمد لله. مبسوطة؟ أكيد. قلقانين؟ يعني مش قوي، عادي. ولا طبيعي؟ لا خلاص، يعني التوتر راح في الماتش اللي فات. خايفة ليه؟ صوتك مش طالع. يعني الماتش اللي فات جاوبتي على أسئلة، يعني جبتي 30 نقطة مش هزار برضو. عمر جاهز؟ بالتوفيق لمدرسة منارة مودرن. أما المدرسة الثانية واللي هتنافس وبقوة للوصول لدور 8، كسبت مدرسة الدلتا الدولية من محافظة الجيزة. نرحب كلنا بمدرسة أم المؤمنين. مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات. تعد مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالعمرانية نموذجا تعليميا وتربويا متميزا. تتخرج في المدرسة العديد من المتفوقات دراسيا في شهادة الثانوية العامة. نالت مكتبة المدرسة المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أفضل مكتبة، وفاز فريق كورال التربية الموسيقية بالمدرسة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية. هيمثل مدرسة أم المؤمنين في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منه 4، وأول واحدة فيهم آية أحمد. احنا المرة دي استعدينا أكتر من المرة اللي فاتت، جهزنا أكتر واستعدينا أكتر بحكم إن المرة اللي فاتت كانت أول مرة، فاحنا ما كناش مستعدين بالشكل الكافي وإن شاء الله يكون استعدادنا كافي لتأهلنا لدور 8. ياسمين عبد الله.
اكتر حاجه كانت مخوفانا المره اللي فاتت ان هي كانت اول مره ليا، كان عندي اجابات اسئله كتير بس عدم الثقه او الخوف ان انا اقول اجابتي ده خلاني اضيع اسئله كتير. ان شاء الله المره دي ما يكونش عندي نفس التوتر بتاع المره اللي فاتت واقدر اجاوب اكبر كم من الاسئله. يوانا عادل، بحب اشكر البنك الاهلي على تحويل النقط لفلوس في البنك لتطوير المدارس، واحنا هنحاول الحلقه دي نجاوب على اسئله كتير جدا علشان نحول النقط لفلوس لتطوير مدارس اكتر. اسماء عربي، انا ان شاء الله النهارده هنزل فقره تحت الضغط وهيبقى عليا مسؤوليه كبيره طبعا في الفريق، بس ان شاء الله هحاول اجمع اكبر قدر من الاسئله عشان احاول اكسب مدرستي. ام المؤمنين حمد لله على السلامه. الله يسلمك. احتفلتوا ازاي بقى؟ قولي لي يا ايه. هو انا نمت. كنت تعبانه؟ اه ارهاق. اه مش سهل. اه وانا جبت كام نقطه الماتش اللي فات؟ 45 تقريبا. مش تقريبا، هم 45. 45 افضل لاعب الماتش اللي فات. نحيي كلنا يوانا عادل. اسماء، تفتكري هتقدري توصلوا لدور الثمانية؟ ان شاء الله، وللنهائي كمان. والنهائي كمان ان شاء الله. انا بحب الثقه، اهم حاجه. اهم حاجه الثقه ان شاء الله. خلينا نشوف. نحيي كلنا المدرستين اللي معانا النهارده. العباقرة في الموسم الثامن، 6 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: أكمل المقولة التالية: من جد وجد، ومن زرع. ياسمين. حصد. حصد، أكيد إجابة صحيحة. من جد وجد ومن زرع حصد. ياسمين هتختاري مين اللي بتدي الأول؟ المدرسة. منارة مودرن هتبتدي الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. منارة مودرن عندكم سؤال في جغرافيا. في جوكر؟ لا مفيش. جوكر إمتى؟ لسه هشوف بقى حسب الماتش. لسه هتشوف. جغرافيا. والسؤال هو: ريو جراندي هو أطول نهر في إحدى دول أمريكا الشمالية، فما هي؟ أكثر من 3000 كيلومتر. ريو جراندي. 10 ثواني. 5 ثواني. رغد. المكسيك. المكسيك إجابة مين؟ كلنا اتفقنا عليها. إجابة صحيحة. المكسيك الإجابة صحيحة. أول 10 نقط لمنارة مودرن. أم المؤمنين، الجوكر إمتى؟ نعرفش. مش دلوقتي. الماتش اللي فات خدتوه في جغرافيا. حرمته. جغرافيا. والسؤال هو: أكون كاجوا هو أعلى جبل في قارة أمريكا الجنوبية، ففي أي دولة يقع؟ سبع ثواني. من جبال الانديز. برازيل. البرازيل. يا يوانا إجابتك؟ كذا حد. لا احنا لا كذا إيه. حد قالها يعني. كذا حد. يوانا إجابة خاطئة. مش البرازيل. أنا 6000 متر يا علي. تشيلي. تشيلي. 10 نقط. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: الأرجنتين، أوروغواي، باراغواي، الإكوادور. ثانيتين. علي كان نفسك تجاوب، كنت عايز تقول إيه؟ الأرجنتين. الإجابة الصحيحة الأرجنتين. مبسوطة كده يا رغد؟ سيبي علي حاول. عندكم سؤال في التاريخ. تاريخ. والسؤال هو: زعيم روسي شهير اسمه الأخير الحقيقي هو أوليانوف،
فمن هو؟ زعيم روسي شهير اسمه الأخير الحقيقي هو أوليانوف. فمن هو؟ عادة الزعماء الروس كانوا بيغيروا أسمائهم الأخيرة بعد ما انضموا للعمل السياسي. ثانية، طب ما تقولوا أي اسم زعيم هتخسروا إيه؟ يوهنا شكلك عندك إجابة. غورباشوف. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. جوزيف ستالين، يوري أندروبوف، فلاديمير لينين، نيكيتا خروتشوف. تفتكري إيه يا ياسمين؟ يوري أندروبوف. الإجابة الصحيحة فلاديمير لينين. الحمد لله. السؤال الثاني في التاريخ أم المؤمنين. تاريخ، والسؤال هو في أي قارة قامت بريطانيا ببناء مستعمرة نيو ساوث ويلز عام 1788؟ آية، آسيا. قارة آسيا. أسماء، كنت بتحاول تدوس على البازر. ما نفس الإجابة. إجابة خاطئة، مش في آسيا. مين اللي هجاوب؟ علي نجيب. أفريقيا. أفريقيا يا علي. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. أستراليا، أمريكا الجنوبية، أوروبا، أمريكا الشمالية. المرة دي خدت الرزق. إجابتك أوروبا. المرة دي خدت الرزق يا علي وقلت أوروبا. ويلز في أوروبا. هي ويلز في أوروبا بس دي نيو، بنوها في العالم الجديد. علي، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة قارة أستراليا، كانوا عاملينها للمجرمين. بعدين تخيلوا بقى إن المجرمين دول هم اللي بنوا أستراليا، ودلوقتي معدل الجريمة في أستراليا قليل جدا. المباراة صعبة مش سهلة. النتيجة اتغيرت 5 منارة مودرن، أم المؤمنين لسه ما فيش نقط. منارة مودرن سؤال في الأدب، في جوكر أدب، والسؤال هو تلخيص القياس لأرسطو هو كتاب لأحد أشهر الفلاسفة الأندلسيين، فمن هو؟ فيلسوف أندلسي. أوروبا بتعترف بدوره وبفضله في نقل علم أرسطو لأوروبا. نور ولا نوران؟ نوران. نوران، بس أصحابك بيقولوا لك يا نور. إجابتك ابن رشد. إجابة صحيحة. طبعاً ابن رشد هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط، منارة مودرن 15، أم المؤمنين مفيش نقط. تخيلوا الفقرة الرابعة تخلص. أدب، والسؤال هو من هو الأديب الفرنسي صاحب قصيدة الأطفال The Good Flea and the Wicked King؟ والدي ترجم بقى القصة دي للغة العربية بعنوان الوالي والبرغوث. ثانيتين. أسماء. ديموسي. ديموسي، إجابة خاطئة، مش ديموسي. يا ترى في إجابة ولا فيش إجابة؟ علي. كاموس. كاموس، إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. فيكتور يوغو، ألكسندر دوما، مولير، جول فيرن. آية خدت الريسك خلاص. هتقول جملة. احتمال يا آية نخرج من الفقرة بناقص 5 إن شاء الله بإذن الله، أو زائد 10. إجابتك جول فيرن. آية، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة فيكتور يوغو. للأسف الشديد مدرسة أم المؤمنين ناقص 5، منارة مودرن
15 ومنارة مودرن. عندك سؤال في العلوم في جوكر دوس على البازر. سؤال بعشرين نقطة، عندكم 20 ثانية، محدش يستعجل. علوم، والسؤال هو في أي دولة أوروبية حدثت أول عملية نقل دم من إنسان إلى إنسان في التاريخ عام 1818؟ حصلت قبلها واحدة كانت من خروف لإنسان، دي بقى من إنسان إلى إنسان. خمس ثواني. رغد. فرنسا. فرنسا إجابتك؟ إجابتنا كلنا، كلكم اتفقتوا، يبقى كلكم ما تزعلوش. إجابة خاطئة، مش فرنسا. آية بتحاولي تعوضي بقى. يا رب. سويد. آية إجابة خاطئة. خلي بالكوا بقى ليه؟ لأن زائد 20 أو ناقص 10. إيطاليا، سويسرا، بريطانيا، ألمانيا. 20 نقطة أو ناقص 10. محدش قادر ياخد الريسك. بتعيسوا ليه يا علي؟ ألمانيا. وانت يا يوانا؟ بريطانيا. الإجابة الصحيحة بريطانيا. 20 نقطة يا يوانا. آخر سؤال في الفقرة، في جوكر؟ في جوكر موضوع فيه. دوس على البازر. علوم، والسؤال هو ما هو الرمز الكيميائي لعنصر البريليوم؟ آية ما اتكلمتيش مع حد ومحدش يتكلم معاه. بي اي. بي اي بعشرين نقطة يا آية. اتعادلتوا. إجابة صحيحة. بي اي هي الإجابة الصحيحة. 20 نقطة، مهمين جدا لمدرسة أم المؤمنين. وكده النتيجة تعادل 15-15. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 30 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 150,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس، ومباراة مهمة في دور الستاشر، وهفكركم بالنتيجة. تعادل 15 منارة مودرن و15 أم المؤمنين. أم المؤمنين عندنا تغيير، رضوى خالد نزلت مكان أسماء عربي. ازيك يا رضوى؟ الحمد لله تمام. إيه اللي بيحصل؟ مش عارفة، بس هو بس يعني خير بإذن الله، يعني إن شاء الله. بالتوفيق يا رضوى. يا رب. ومنارة مودرن عندنا تغييرين، شهد شريف نزلت مكان رغد عبد الحميد، وزياد بكر نزل مكان عمر تامر. زياد، ازيك يا زياد؟ الحمد لله تمام. تخيل بقى ان انا عجبني فكره ان انت عايز تبقى دكتور الفريق القومي. الفكره عجباني جدا ان انت مقرر من بدري. كمل كمل الحلم ده، عايزين نشوفك فعلا دكتور المنتخب القومي باذن الله. نرجع لماتش النهارده. نرجع لماتش. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفة. المعرفة. المعرفة 4 أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول 2 نوران وياسمين. نوران الفاتح وياسمين عبد الله. ياسمين عبد الله ونوران الفاتح. روح رياضية. معلش مش واخدة بالي. مش واخدة بالها. المفروض يبقى عندها روح رياضية، تدخل تسلم على طول كده. معلومات عامة، والسؤال هو كم بلغ عدد رحلات كريستوفر كولومبس الاستكشافية إلى العالم الجديد؟ 5. إجابة خاطئة. أنا أخمن
أربعة 1492 و1493 و1498 و1502 وإجابة صحيحة. هم أربعة فعلا ياسمين يا محظوظة. وكده النتيجة 25 أم المؤمنين 15 منارة مدن. سؤال في الرياضة، بقينا ملاحظين إن الموسم ده البنات هم اللي بينزلوا في الرياضة، يعني معاكي ولاد ومعاكي زياد عايز يبقى دكتور المنتخب القومي وكمان منزلك في الرياضة، مش فاهمين الحركات الغريبة دي. رياضة، والسؤال هو من هو بطل التنس الحاصل على لقب بطولة ويمبلدن المفتوحة 5 مرات متتالية إلى جانب بيونبورغ حتى عام 2019؟ رافائيل نادال. رافائيل نادال إجابة خاطئة، مش نادال. شهد، مش إجابة. مفيش إجابة، يا نهار أبيض، ولا حتى تخمينة. غريبة جدا، لو مش نادال هيبقى مين يا شهد؟ انت بتفرج على تنس خالص؟ عشان كده الإجابة الصحيحة هتبقى مين بقى؟ روجر. بالظبط كده يا أنا، الإجابة الصحيحة روجر فيدرر. من 2003 ل 2007، تفضلوا. تكنولوجيا، زياد وآية، آية وزياد. وسؤال في التكنولوجيا، تكنولوجيا، والسؤال هو ما هي الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي لاسو؟ جوجل. جوجل، نفس إجابتك؟ لا. وانت هتقولي جوجل انت كمان؟ جوجل، إجابة خاطئة. آية، بقى عندك فرصة دلوقتي تقولي حاجة تانية غير جوجل. لاسو، تفضلي. أبل. تواصل اجتماعي تبقى أبل يا آية؟ إجابة خاطئة، مفاجأة. الإجابة الصحيحة مايكروسوفت. فيسبوك، تفضلوا. قدرات ذهنية، علي وردوة، ردوة وعلي. وسؤال في القدرات الذهنية، روح رياضية، قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية، 8 في 36 ناقص 88 زائد 400 يساوي كام؟ انت عندك اجابه تانية؟ فعلا جبتيها منين يا رضوى؟ 600 اجابه صحيحه. 600 هي الاجابه الصحيحه، برافو عليك يا علي. تعادل 25 25. يا رضوى حسبتيها ازاي؟ جبتي ارقام تانية منين؟ هارد لك يا رضوى. ودلوقتي مع الفقره الثالثه، فقره الفنون. الفنون، الفنون 4 أسئلة، سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. 4 أسئلة ب40 نقطة، تعتمد على السرعة، ليكم أنتوا الـ8. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو من هو الفنان الذي لعب دور شكري في فيلم جواز بقرار جمهوري؟ علي. هاني رمزي. هاني رمزي، إجابة خاطئة. طبعاً هاني رمزي هو بطل الفيلم، بس مش هو اللي لعب دور شكري. في إجابة؟ يوأنا. حسن حسني. حسن حسني يا يوأنا، إجابة صحيحة. الفنان الكبير حسن حسني هو اللي فعلاً لعب دور شكري. كده نتيجة 35 أم المؤمنين، 25 منارة مدن. السؤال الثاني في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو من هو المطرب المصري صاحب أغنية قلبي
ما يشبهنيش. محمد منير. محمد منير طبعا الكينج. إجابة صحيحة. محمد منير هي الإجابة الصحيحة. 45 أم المؤمنين. 25 منارة مودرن. السؤال الثالث لوحات ومعالم. والسؤال هو كهوف باتو هي أحد أهم معالم دولة شرق آسيوية، فما هي؟ تايلاند. تايلاند يا آية، إجابة خاطئة. مش تايلاند. علي. اليابان. ياسمين كان عندك إجابة تانية صح؟ تقول ماليزيا. علي نجيب. اليابان إجابة خاطئة. ياسمين بص على الشاشة، الإجابة الصحيحة ماليزيا. حصل خير. السؤال الأخير في الفقرة سرعة البديهة، والسؤال هو أوجد المعلومة الخاطئة في النص بالصورة. علي. جنرال كليبر. صح. الغلطة مينو، وطبعا التصحيح كليبر. علي إجابة صحيحة. مينو هي الغلطة فعلا، لأن مينو جه بعد كليبر، هو اللي عمل المحاكمة لسليمان الحلبي. النتيجة 35 منارة مودرن، 45 أم المؤمنين. عايز أفكركم إن شركة LG بتقدم جايزة للفريق الفائز بكأس العباقرة الموسم الثامن للمدارس، وطبعا في جايزة للفائز بلقب أفضل طالب، وجايزة أخيرة للفائز بلقب الطالب المثالي. فرصة كبيرة وحنشوف مين اللي هيفوز بيها. نحيي كلنا شركة LG. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب5000 جنيه بما يساوي 250 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 400 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس الموسم الثامن، وهفكركم بالنتيجة. 35 منارة مودرن، 45 أم المؤمنين. وأم المؤمنين حصل عندنا تغيير، أسماء عربي رجعت مكان رضوى خالد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. منارة مودرن اختارت زياد بكر، ومدرسة أم المؤمنين اختارت أسماء عربي. تفضلوا 10 أسئلة في 45 ثانية. زياد انت اللي هتبتدي الأول صح؟ صح. أسماء تفضلي عند سمر، هتسمعي أغنية وترجعي لنا تاني. 10 أسئلة في 45 ثانية. السؤال اللي إجابته مش عندك هتقول إيه؟ بس أو نيكست. ما قلتش حاجة هفضل ساكت، ماليش دعوة، عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا. تعال نشوف اخبار اسماء ايه الاول نطمن عليها. شايف السعاده اللي هي فيها؟ تحت الضغط كاونتر. في اي قاره تقع بحيره اونتاريو؟ اسيا. غلط. ما هو العدد الذري للعنصر البوتاسيوم؟ 19. صح. سواح هي اغنيه المطرب مصري راحل، فمن هو؟ نيكست. ما هو نظام الحكم في دوله زيمبابوي؟ جمهوري. صح. ما هي جنسيه الشاعر العربي سميح القاسم؟ عراقي. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور محمود في فيلم زهايمر؟ عادل إمام. صح. النجف هي مدينة تقع بإحدى الدول العربية، فما هي؟ السعودية. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة كوت ديفوار؟ الفرنسية. صح. وقعت معركة القصرين في إحدى دول شمال إفريقيا، فما هي؟ تونس. صح. ما هو النادي الأكثر فوزا ببطولة كأس مصر كرة القدم؟ الزمالك. غلط.
تعال مكاني. طبعا طبعا تعال يا زياد. طبعا انت غلطان في السؤال الاخراني، غلطان صح ولا غلط؟ هارد لك. طيب سمر، عايزين اسماء تنضم لينا. يا راجل يا راجل مش قادر اتكلم معاك دلوقتي عشان الاسماء جايه. اسماء تعالي مكاني. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. زياد تألق، انا في رايي انه هو عمل كويس مش وحش. تفتكري زياد جاوب على كام سؤال صح؟ 4؟ لا 5، وكان ممكن يبقوا 6. ولا يا زياد؟ يا راجل مش قادر اتكلم معاك، مش قادر. هنتكلم بس بعد ما اخلص مع اسماء، هنتفاهم مع بعض انا وانت في القصه دي. جاهزه؟ ان شاء الله. لو الاجابه مش عندك هتقولي ايه؟ باصه ونكست اي حاجه. ما قلتيش اي حاجه، انا هفضل ساكت. تمام. تحت الضغط كاونتر. في اي قاره تقع بحيره اونتاريو؟ اسيا. غلط. ما هو العدد الذري للعنصر البوتاسيوم؟ 13. غلط. سواح يا أغنية المطرب مصري راحل فمن هو؟ عبد الحليم حافظ. صح. ما هو نظام الحكم في دولة زيمبابوي؟ جمهوري. صح. ما هي جنسية الشاعر العربي سميح القاسم؟ تونسي. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور محمود في فيلم زهايمر؟ أحمد رزق. غلط. النجف هي مدينة تقع بإحدى الدول العربية فما هي؟ المغرب. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة كوت ديفوار؟ الفرنسي. صح. وقعت معركة القصرين في إحدى دول شمال إفريقيا فما هي؟ تونس. صح. ما هو النادي الأكثر فوزا ببطولة كأس مصر لكرة القدم؟ الأهلي. للأسف. تعالي يا اسماء مكاني. للأسف الشديد السؤال الأخراني مش هقدر أحسبه لأن كان الوقت خلص. هارد لك يا أسماء. طب أنا جبت على كام؟ أنا ما عدتش. جبت على 4 أسئلة بإجابات صحيحة. 4 أسئلة بـ20 نقطة و10 نقطة ليا من أسماء لزياد. يا زياد هقول لك السؤال وأنا واقف هنا مكاني مش هرجع. ما هو النادي الأكثر فوزاً ببطولة كأس مصر لكرة القدم؟ الأهلي طبعاً. حتى عام 2019؟ لا عشان زياد زملكاوي. أنا أهلاوي والله. أمال إيه طيب؟ إزاي يعني؟ عيب والله. لازم يبقى الأهلي طبعاً. تفضلوا. النتيجة اتغيرت. 70 منارة مودرن، 65 أم المؤمنين. هارد لك يا أسماء. علشان كده عشان كده أنت وقفتي 3-4 ثواني في سؤال فرقوا. لما قلت يا أحمد رزق تخيلي 4-5 ثواني دول هم اللي فرقوا. الحمد لله. هارد لك. في أي قارة تقع بحيرة أونتاريو؟ أمريكا الشمالية. ما هي جنسية الشاعر العربي سميح القاسم؟ فلسطيني. النجف هي مدينة تقع بإحدى الدول العربية فما هي؟ العراق. هي دي الأسئلة اللي ما جاوبتش. والسؤال الأخراني اللي انت جاوبت عليها أسماء بأن الأهلي طبعا الأكثر فوزا بكأس مصر حتى عام 2019. هارد لك. بكرر تاني هارد لك. معلش يا أسماء. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، وأول 2 علي نجيب ويؤنى عادل. تفضلوا علي ويؤنى. يؤنى وعلي. ازيك يا يؤنى؟ الحمد لله. ازيك يا علي؟ الحمد لله. فرق 5 نقط، يعني المباراة لسه في الملعب. 25 نقطة دول هيفرقوا. السؤال الأول معلومات عامة. في أي دولة آسيوية تقع وكالة الأنباء كيودو؟ يابان. اليابان الهدف الأول. طبعاً كيودو في اليابان. برافو عليك يا يوهنا، هدف بلا مقابل. شهد وآية آية وشهد، وهنشوف إيه اللي هيحصل في السؤال الثاني.
هدف بلا مقابل. سؤال تاني، علوم، كم عدد أرجل العقرب؟ 8. الهدف التاني، الهدف التاني لآية، هدفين بلا مقابل. نوران وياسمين، ياسمين ونوران، ما عندكيش أي اختيار غير إنك تجاوبي. ليه؟ لو ما جاوبتيش ياسمين من غير ما تجاوب هترجع ب 25 نقطة. خلص الموضوع. السؤال الثالث، ناجي العلي هو رسام كاريكاتير شهير، فما هي جنسيته؟ تونسي. تونسي إجابة خاطئة. عندك إجابة؟ مصري. مصري إجابة خاطئة. الفنان الراحل اللي تم اغتياله في لندن، ناجي العلي فلسطيني. ونحيي كلنا الراحل العظيم ناجي العلي. كده مش محتاجين نسأل السؤال الرابع، النتيجة اتغيرت تاني. 90 مدرسة أم المؤمنين، 70 مدرسة منارة مودرن. منارة جبارة ودايما في الصدارة. مفيش تركيز، خوف، توتر، قلق، احساس بالمسؤوليه. المنافسه ابتدت تصعب والماتش ابتدى يصعب زياده، ابتديت اتوتر شويه. المباراه ابتدت صعبه، خرجنا من الفقره الاولى 15-15. سؤال ضربات الجزاء كان جاي كويس، فالحمد لله ان احنا قدرنا ناخد 25 نقطه ونرجع المدرسه تاني للماتش. الهدف الاول. دور الثمانيه خلاص قرب. ماتش دور 16 ماتش حاسم، ان شاء الله نرجع في الماتش. حسيت ان في امل، المنافسه شديده جدا، فرق بسيط جدا ممكن يتجاب في سؤال او سؤالين. المباراه هتفضل كده لغايه اخر سؤال. ما كانش عندي غير ان انا انزل واجاوب الهدف عشان اللي بعد يكمل، بس للاسف جاوبته غلط، بس ان شاء الله نعوض في عجله الحظ ونرجع للماتش تاني. اربع اسئله في عجله الحظ ممكن يغيروا نتيجه اي مباراه. خلينا نشوف عجله الحظ هتعمل ايه ومين اللي هيكمل معانا مشوار البطوله. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 80 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 400,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 800,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس ومباراة مهمة جدا في دور الستاشر، وهفكركم بالنتيجة. 90 أم المؤمنين، 70 منارة مودرن. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل مدرسة، وأول سؤال لمدرسة منارة مودرن. عمر تامر، اتفضل يا عمر. عمر تامر، والسؤال الأول هنشوف موضوع السؤال إيه. لفة كاملة يا عمر. شكرا يا عمر. فنون، سؤال في الفنون، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بثلاثين نقطة؟ عشرين نقطة. فنون، والسؤال هو، من هو الفنان الذي قام بدور يوسف في مسلسل بخط الإيد؟ من هو الفنان؟ شهد. أحمد رزق. أحمد رزق يا شهد، إجابة صحيحة. أحمد رزق هي الإجابة الصحيحة، وكده النتيجة تعادل 90-90.
ريم احمد اتفضلي يا ريم. هنشوف ريم احمد والسؤال التاني موضوعه ايه. لفه كامله يا ريم. جوكر. جوكر ريم، عملت اللي عليك وجبت الجوكر. تحب يتسألوا في ايه؟ احب يتسألوا في قدرات ذهنية. قدرات ذهنية، تمام. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. عشرين نقطة قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية: 330 على 3 ناقص 15 في 2 زائد 155 يساوي كام؟ خمس ثواني. أسماء. 235. 235 إجابة صحيحة. 235 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أسماء. وكده النتيجة 110. أم المؤمنين 90 منارة مودرن. عمر خالد تفضل يا عمر. السؤال الثالث، هنشوف السؤال الثالث لمدرسة منارة مودرن موضوعه ايه. قدرات ذهنية. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين. نوسع البازر. قدرات ذهنية. والسؤال هو، حل المسألة الآتية: 555 زائد 222 ناقص 465 على 3 يساوي كام؟ 555 زائد 222 ناقص 465 على 3 يساوي كام؟ علي؟ 622. 622 ب30 نقطة. إجابة صحيحة. 622 هي الإجابة الصحيحة في آخر ثانيتين. برافو عليك علي. النتيجة اتغيرت: 120 منارة مودرن، 110 أم المؤمنين. أم المؤمنين ما عندكوش اختيار غير أن أنتوا تجاوبوا السؤال اللي جاي علشان تتأهلوا لدور الثمانية. نورهان كمال تفضلي. نورهان كمال والسؤال الأخير، واللي هيحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية. زي ما توقعت، قلت الماتش ده هيخلص في آخر سؤال. معلومات عامة. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين. يوسع البزر. سؤال بتلاتين نقطة. لو الإجابة صح مبروك، اتأهلتوا لدور الثمانية. لو الإجابة غلط، منارة مودرن من غير ما تجاوبوا اتأهلتوا لدور الثمانية. قبل ما أسأل السؤال عايز أقول المدرستين قدوا مباراة كويسة، النتيجة بينهم قريبة جدا. هنقول مبروك وهنقول هارد لك. آخر سؤال واللي هيحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية. معلومات عامة. والسؤال هو، في أي دولة تقع أقدم جامعة في أوروبا؟ عشر ثواني. ثلاث ثواني. بص يا يوانا، لو إجابتك صح اتأهلت لدور الثمانية، لو الإجابة غلط فأنا عايز أقول لكم هارد لك. ولو إجابتك صح هنقول لمنارة مودرن هارد لك. المدرستين لعبوا مباراة قوية جدا، بس هي دي ماتشات دور الستاشر، ما بتقبلش الاسم على اتنين. يوهنا إجابتك بريطانيا. بريطانيا بتلاتين نقطة. يا يوهنا إجابة خاطئة.
قلت المباراة هتنتهي في آخر سؤال، والمباراة ما كانتش سهلة. هارد لك يا يوانا، هارد لك لفريق مدرسة أم المؤمنين. نحيي كلنا مدرسة أم المؤمنين. شاهد دوسي على البازر، عندك إجابة. ألمانيا. ألمانيا. قبل ما أقولك إجابتك صح ولا غلط، ب 45 نقطة أفضل لاعب في ماتش النهاردة علي نجيب. وألمانيا يا شهد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة إيطاليا، جامعة بولونيا 1880. بكرر تاني، هارد لك لمدرسة أم المؤمنين، لعبتوا مباراة عظيمة جدا، هنفتقدكم في دور الثمانية. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 230 نقطة، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 1,150,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 13,740,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. هارد لك لمدرسة أم المؤمنين، لعبتوا مباراة عظيمة جدا، منارة مودرن اتأهلتوا لدور الثمانية. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. طبعا مبسوط قوي ان احنا كسبنا وصعدنا للدور الثمانية، والماتش فرق على اخر سؤال. طبعا زعلانة جدا ان احنا خسرنا، كان نفسنا احنا نكمل الدور الثمانية بس ما حصلش نصيب. الماتش كان صعب وبقى اصعب اكتر في اخر فقرة، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نعدي من دور الـ16 ونتأهل لدور الثمانية وان شاء الله نوصل النهائي. طبعا زعلانة جدا ان احنا خسرنا النهاردة، الماتش كان متقارب جدا بيننا وبين المدرسة الثانية، بس الحظ ما حلفناش النهاردة، وإن شاء الله نرجع موسم تاني ونبقى أفضل.